مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر اخبار سبايدر مان نو هوم وعن اللقطات الجديده اللي لسه نازله امبارح. فمن غير كلام كتير نبدا. طب اول حاجه هنبدا بيها واللي هي مده ظهور توبي ماجواير واندرو جارفيلد في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم على الشاشه. حاليا دلوقتي في خبر لسه نازل بيقول ان توبي ماجواير واندرو جارفيلد اجمالي ظهورهم على الشاشه في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم هيكون 30 دقيقه بالظبط، او ممكن حوالي 30 دقيقه، يعني ممكن اكتر وممكن اقل من كده، بس ده هو المتوسط زي ما احنا بنقول. وبالنسبه للناس اللي هيجي لها احباط فعايزكم ان انتوا تركزوا في الكلام اللي انا هقوله. هو مبدئيا المفروض ان توبي ماجواير واندرو جارفيلد هيظهروا في الفيلم بعد ساعه ونص، واول ظهور ليهم هيبقى كعلماء قبل ما هما يظهروا بالبدله بتاعه سبايدر مان. يعني بمعنى صح لو هما ظهروا في الفيلم فهيظهروا بنفس الهدوم العاديه اللي اي حد بيلبسها عادي، بعد كده ساعه المعركه او ساعه مثلا اي معركه او كده، عشان ما نعرفش في كام معركه في الفيلم، هما هيبقوا يلبسوا البدله بتاعتهم اللي هو اندرو جارفيلد لابس البدله بتاعه ذا اميزنج سبايدر مان 2. وانا حددت لك كمان البدله عشان الناس كانت بتقول ان هي البدله بتاعه ذا اميزنج سبايدر مان 1، والحمد لله ان مش هي البدله دي اللي موجوده في الفيلم. وتوبي ماجواير هيلبس البدله بتاعه الثلاثيه بتاعته من ايام سبايدر مان 3. وتاني حاجه برضو اتقالت ان هو المفروض توبي ماجواير او اندرو جارفيلد واحد منهم هما الاثنين، يا اما توبي يا اما اندرو، هيبقى ليه ظهور على الشاشه اكتر من التاني. يعني ممكن توبي ماجواير هو اللي يظهر على الشاشه اكتر من اندرو جارفيلد، او اندرو جارفيلد هو اللي يستحوذ على الشاشه ويظهر لقطات اكتر من توبي ماجواير. اني واحد من دول ما نعرفش، بس على حسب التسريبات والكلام اللي انا قلته قبل كده لو انتوا تفتكروا، يعني قلت لكم ان توبي ماجواير هيبقى المفروض ان هو اتجوز ام جي وخلفه بنت، واندرو جارفيلد هيبقى بروفيسور في الجامعه بتاعته اللي هو هيبقى موجود فيها. فانا في اعتقادي عشان اندرو جارفيلد هيبقى يعني زي ما احنا بنقول دكتور مثلا او ليش يعني في جامعه، يعني من الاخر واحد عالم، فممكن هو اللي يظهر اكتر في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم. وده وجهه نظر على حسب الكلام اللي اتقال. وبالنسبه بقى للناس اللي هي قالت لي ازاي توبي ماجواير واندرو جارفيلد الاثنين دول هيظهروا نص ساعه في الفيلم، فانا عايز بس افهمكم حاجه. اول حاجه بالنسبه للفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم، فكل الاخبار بتاعته انا نزلتها في القناه، ويا ريت لو انت فاضي اتفرج عليها من اول فيديو انا نزلته في القناه لحد اخر فيديو اللي هو الفيديو دوت. هتلاقي انه فعلا في الفيلم دوت المفروض في احداث كتير قوي هتحصل. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا المفروض تم تاكيد مواجهه بين الكترو ودكتور اوكتوبوس، لان الاثنين دول هيبقوا اول مره يشوفوا بعض، ومفروض هما هيتخانقوا مع بعض يعني اول ما يشوفوا بعض، لان ده هيفتكر ان التاني فيلان عليه والتاني ضده والكلام ده كله. فالمفروض الاثنين هيتخانقوا مع بعض، وفي الاخر خالص هيبقوا كلهم مع بعض ضد الثلاثه سبايدر مان اللي هما الليزرد وساند مان والدكتور اوكتوبوس وجرين جوبلين والكترو. المفروض ان هما الخمسه دول هيبقوا ضد السبايدر مان اللي هو توبي ماجواير واندرو جارفيلد وتوم هولاند. فدول ليهم حوالي 11 دقيقه، ده على حسب الكلام اللي انا قلته قبل كده في الفيديوهات القديمه، هيبقوا قاعدين بيضربوا بعض فيه اللي هو الكترو ودكتور اوكتوبوس. وغير كده عندنا مشاهد للدكتور سترينج المفروض يعني هنشوف فيها دكتور سترينج، اذا كان مثلا في تلميح مثلا على انه ممكن يكون مسيطر عليه مافيستو، او مثلا في حاجه غلط في دكتور سترينج، او مثلا دكتور سترينج مثلا بيفكر في حاجه، او من الاخر يعني مشاهد خاصه لدكتور سترينج. والمفروض برده هيكون في مشاهد لهابي، ومشاهد برده لعمته ماي، ومشاهد لنيد وام جي، ومشاهد برده تكمله من سبايدر مان فار فروم هوم اللي هو بعد ما الهويه بتاعته انكشفت قدام الناس. والمفروض برده في مشاهد ليه وهو في السجن، وفي برده المفروض مشاهد لدير ديفل لما يجي عشان يظهر. وزي ما قلت لكم المفروض ان هو هيظهر برده مع سبايدر مان اللي هو توم هولاند في مشهدين المفروض، اللي هو المشهد الاول لما هو يكون في المحكمه عشان يجي عشان يدافع عنه قدام الناس ويبين برده ان هو بريء، والكلام ده انا اتكلمت عليه بالتفصيل في الفيديو بتاع السكريبت. والمشهد الثاني المفروض هما يبقوا واقفين بره بعد المحكمه، وهيكون في حد من اتباع ميستيريو هيجي هيرمي قالب طوب على توم هولاند، ودير ديفل هو اللي هيمسكه، وتوم هولاند ساعتها هيقول له انت عملتها ازاي، وساعتها دير ديفل او مات مردك على حسب ما اتقال هيقول له عشان انا محامي كويس قوي، لو تفتكروا الكلام ده انا قلته قبل كده. والمشهد الثالث على حسب الصوره اللي اتسربت وعلى حسب كلام توم هولاند نفسه في المجله بتاعه امباير ماجازين ان هو هيبقى في شخص رابع قاعد معاهم على الترابيزه، وهيبقى توم هولاند مع عمته ماي مع هابي هوجن مع شخصيه رابعه غامضه اللي هو برده دير ديفل على حسب الصوره اللي اتسربت. وانا قلت لكم من شويه ان هما المشهدين ودلوقتي بقوا ثلاثه كمان من الكلام اللي انا قاعد بقوله، فيمكن كمان في اكتر هنشوفه في الفيلم. فيا جماعه من الاخر كده مفيش حد يزعل برده، وكده كده كل واحد هيبقى ليه مشاهد المفروض، ده في اي فيلم برده طبيعي الكلام ده. ولو انت برده مش داخل دماغك الكلام دوت فافتكر الفيلم بتاع افنجرز انفنتي وور، الفيلم دوت ظهر فيه الشخصيات اللي انا هقولها دلوقتي بدقائق معينه تعتبر هي اقل من الوقت اللي هي تستحقه المفروض. عندنا مثلا ثانوس لما ظهر في انفنتي وور كان ظهوره حوالي 29 دقيقه من الفيلم، وجامورا 19 دقيقه، وتوني ستارك او ايرون مان كان 18 دقيقه، وثور ظهر 15 دقيقه، فيعتبر النسب دي تعتبر قليله جدا بالنسبه للشخصيات. ما بالكم بقى توبي ماجواير واندرو جارفيلد. عندنا بعد كده في اعلان ترويجي للتذاكر بتاعت فيلم سبايدر مان نو هوم، اللي عامل الاعلان دوت يعتبر هو توم هولاند مع الكترو او جيمي فوكس اللي هو برده بالمناسبه كان بين في ظهوره في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم، وفي الاخر دلوقتي اتاكد ان هو فعلا موجود في الفيلم. No Way Home starting on Spider Monday. No, you mean Cyber Monday. Yeah, I mean, it's also known as Cyber Monday. I see what you're doing. Look, why can't it be Electro Monday? Well, because I was trying to do like a phonetics thing. I got it, but check this out. Buy your tickets for Spider-Man No Way Home on Electro Monday.
It doesn't really get the point across, does it? Nah, it doesn't really, mate, no. Nah, Spider Monday it is. Get your tickets for Spider-Man No Way Home on November 29th. Exactly, on Spider Monday. And on Electro Monday, Sony throws in a 75-inch 4K TV. For us too, as well, apparently. Word? They just, if they keep scrolling, it says, and Tom and Jamie get 274. It does say that down there. It does say that, but they don't want to scroll because they don't want to. You know what? They want to surprise us. Right, that's what it is. It's a surprise. Exactly. المهم يعني الاثنين دول كانوا قاعدين بيعملوا اعلان وكانوا الاثنين قاعدين بيتكلموا عن التذاكر بتاعت فيلم سبايدر مان نو واي هوم ان هي فعلا هتنزل يوم 29 اللي جاي اللي هو يوم 29 نوفمبر اللي هو يعتبر يوم الاثنين اللي جاي على طول وكانوا قاعدين بيقولوا ان انتوا تحجزوا التذاكر والكلام ده كله بس قالوا حاجه مهمه خلال الاعلان دوت Monday and on Electro Monday Sony throws in a 75-inch 4K TV زي ما انتم سمعتوا كده الكترو او جيمي فوكس قالوا انه في اعلان المفروض انه هينزل بدقه 4K للفيلم بتاع سبايدر مان نو واي هوم او زي ما هو قال نصا انه المفروض هينزل لقطات تعتبر بمقاس 75 انش على التلفزيون اللي هي تعتبر يعني دقه ال 4K او حاجه عامله زي اي ماكس يعني من الاخر لقطات جديده هتنزل عندنا بعد كده في اعلان تاني للفيلم بتاع سبايدر مان نو واي هوم نزل على اكونتات سينمات اي ماكس كلها Look at this place and all the possibilities. Hello, Peter. Do I know you? It's December. They're a danger to our universe. Spider-Man's greatest enemies are unleashed in IMAX. I promise I'll fix this. Spider-Man No Way Home Experience it in IMAX coming soon الاعلان دوت بيوضح فيه انه عند التمثال بتاع الحريه بتاع نيويورك اللي هو المفروض هيتركب عليه الدراع بتاع كابتن امريكا بالله انه في سبايدر مان بيبقى موجود وبيبقى ماسك في ايده صندوق وده يعتبر توم هولاند لان المفروض هو اللي كان ماسك الصندوق دوت في الاعلان التاني بتاع سبايدر مان نو واي هوم وفي نفس الوقت في اللقطه دي يعتبر التمثال بتاع الحريه لسه ما وقعش او زي ما احنا برضو ما بنقول المعركه لسه ما بداتش بينهم اللي هو سبايدر مان توم هولاند وتوبي ماجواير واندرو جارفيلد مع السينستر 5 عندنا بعد كده في خبر بيقول ان المده بتاعه فيلم سبايدر مان نو واي هوم اتقال عليها ان هي تعتبر ساعتين 28 دقيقه وواحد ثانيه ودي مده الفيلم كله بتاع سبايدر مان نو واي هوم عندنا بعد كده في اعلان ترويجي يعتبر تاني اعلان للتذاكر بتاعت فيلم سبايدر مان نو واي هوم اللي هو المفروض يعني الحجز بتاع التذاكر دوت هيفتح يوم الاثنين اللي جاي بس المره دي اللي عملوا الاعلان دوت هو سبايدر مان توم هولاند ونيد او جيكوب وزيندي او ام جي الثلاثه دول كانوا عاملين اعلان دوت مع بعض عشان يحمسوا الناس ان هي تحجز التذاكر Hey everyone, Zendaya, Jacob, and I are here to tell you that you can start buying tickets for Spider-Man No Way Home starting on Spider Monday. So you mean Cyber Monday, right? Mm. Well, yeah, it's also known as Cyber Monday, but because that's when the tickets go on sale, I figured that it could be called Spider Monday. I love it. Right? Yeah. Okay, so get your tickets for Spider-Man No Way Home on November 29th. Spider on Spider Monday, which again is actually Cyber Monday. Spider Monday. It'll catch on. بس كده يكون فيديو النهارده خلص لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش وبيس